لاعبين في نظر الاستحقاقات المحلية أيضا القارية وأهمها مباراة 27/4 رفيق سريع بين مهاجم ومدافع الأسبقية للدفاع والكثرة بالوسط بالفارس لكن سيد قادر الهرامة ليستحق بالشبيبة الحيوية وبقية الشيخاوي الحناشي أضاف حل مع أحمد خليل زهيرة الدوادي مراكز صحيحة الأخطاء ولكن الملعب مظن هذه كرة دي في رأس شواد بعد أفواد معي من الأشق الكتاري زي التحذير مع شواد لكن أنا أتنجع كرة ورجعت من جديد كرة طويلة مدرج ومتابعة الفريق تبع هذه المحاولة جندو ساديو جندو خطير هذا المهاجم ما فماش مخاطر Stranded in the middle of the night.
يرفع الكورة أحمد العكاجي مع حمزة المبروك والمخالفة للقوافل. أول فرصة جدية في المباراة في الدقيقة يوقف اليسار اللي توصل له الكره يدوس هل تاتي المستنده قطع اللاعب هنا غيلان غيلان والعرضيه برا الساحه يا سيدي ويوم السبت تم استلام جسد زوج لاعبين وعمل كبير قامت به الهيئه المديره لفريق القوافل الرياضي بكفصه حتى في رفع الانذار الورقه الصفراء في وجه لاعب بعد فاشنسا من 2004 ينشط في الرابطه المحترفه الاولى محمد سلامه تتعدى الكره اخيرا تصبح الان وتخرج كره وتسديد على القوافل هاي الاعاده ولا تخرج كره ممتاز التسديده الاولى تبع الكره غنيت يخرج حمزه المبروك يعمل المراوغه يتعطلها فريق القويس عند الخروج بالكره شوف الصعود برهان غنيت يرفع الكره والراسيه شوفوا الركنيه من برهان غنيت والكره الراسيه من حدي المبروك توج البحث على التعديل وفرصة من زملاء حمزة المبروك اللي يصعد ويسند